هلا هلا. الو عمر، صباح الخير يا اخي، كيف حالك؟ اسمع، انا عندي لك مفاجأة انت منتظرها من زمان. شو؟ لقيت لك عروسة اخيرا يا عمر، لقيت لك عروسة. عمر، الو عمر، طب دقيقة خليني اقول لك من هي. عمر، الو عمر. عمر، الو عمر، طب دقيقة خليني اقول لك من هي. مبروك. الله يبارك فيك. شوف من 2012 سردية ناجح في اليوتيوب، لو تقول ما تقول بتكون مطول، معقول بكون مكروه بالنسبة لك بس ماني لك مسؤول. طيب مقطع الله، الدنيا طاحت. مقطع اليوم عبارة عن خيارين، يا اليوم راح نطلع ترين، يا اليوم راح نطلع متزوجين. انا هرجع عندكم اعزائي المتابعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عمر من قناه ماكس جديد. اليوم عندنا فيديو، اليوم عندنا مصايب وفيديو جديد يا حبيبي. لا والله مو فيديو جديد، مصيبه جديده يا حبيبي. الفتره الماضيه كثرت المصايب، ما علينا. اليوم حسبي الله ونعم الوكيل. ال سبسكرايب سوي سبسكرايب اعزائي المتابعين، بنوصل 5 مليون بس راح وقت، وفعل زر الجرس. اليوم عندنا يا الله يحلني، كيف ابدا في المقطع ده؟ والله ما ادري كيف ابدا. مبدئيا كذا قبل ما نبدا كل حاجه، اساس البلا. السلام عليكم ورحمه الله. هذا اساس البلا والمشاكل في الدنيا كلها. خلاص مبروك الزواج رسميا وصوره قناتي. انا ايش قاعد اسوي هناك؟ زوج مين؟ ايش اللي قاعد يحصل بالضبط؟ انتوا ايه واحنا مين؟ بعد ما نزل المقطع ذا في اليوتيوب اعزائي المتابعين، الدنيا خربت. الكومنتات عندي صارت كلها يلا متى الفرح، متى الرز ولا الناس يبغوا ياكلوا رز ولحم. ما تبغوا تحضروا الفرح عشان تفرحون، تبغوا تاكلوا رز ولحم. مبروك الزواج. طب انا حتزوج مين؟ طب انا متى وافقت اصلا؟ خلونا نشوف المقطع مع بعض. والمشكله في ناس اللي الحين اول ما افتح الخاص حق الانستغرام يقولوا لي خلاص اتزوج هيونا وارتاح، نبغى نشوف عيالك بسرعه. ايش اللي تزوجها وارتاح؟ يعني فين قاعدين احنا يا شباب؟ عرض حصري هو. شو لاحظوا، يقول انا ايش هو فوضى، اتزوج وارتاح وخلاص. لاحظوا هو يقول لاحظوا. طب دقيقه، مين هي هيونا اصلا؟ وثاني شيء، على اي اساس قلت اني بصير مجنون؟ لا لا لا، تاكلي المسحب بيدك؟ انت مجنونه؟ لازم تجيبي هذه الحديده وتخرسيها بقوه وتلبسيها في يدك زي الخاتم. لا 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 لا، انا المنظر ده يتعب لي. لا، كيف تعامل دجاج البيت زي كذا؟ المسحب له احترام وتقدير، تاكل المسحب بالله. خيزر ايش اسمها دي؟ يا الله، هذا هيونا. هيونا هذه يا جماعه الخير طلعت واحده مشهوره في التيك توك، 1,800,000 في التيك توك. طبعا 1,800,000 دول كلهم قاعدين يلحقوني دحين. عمر اتزوج دحين، نشوف مين هي. مين هيونا؟ تقول لك حر، تقول لك حر، وهي لابسه لبس لو تلبسه في القطب الشمالي حتعرق اكثر من كذا. ماما سوت فيا مقلب، بكيت خلونا نشوف المقلب حق ماما. ماما اشترت لي كيت كات عشان انا مره احبه، ويوم جيت ابغى اكله اتفاجأت انه طلع بنكهه القهوه العربيه، وقررت اني اجربه بس طلع طعمه نفس ده. والله
والله نفس ده مو طعم ما عجبني. أنا عندي أسئلة كثيرة زيكم يا زلمة. تبي هي الثلاجة ليه فاضية ما فيها إلا كيت كات؟ وليش الكيت كات محطوط في طبق البيض؟ سيبوك من ده كله، سيبوك من ده طحم وطلع زي ده. سحقا للذكريات انت قوي. هو ده مين؟ وانت كيف تعرف اصلا كيف طعم ده بالضبط؟ ها انا بدأت اشك بالموضوع يا شباب. لا في شيء غلط. بنات مرة احب لما يكون لون فستاني نفس لون شعراتي، كذا احس نفسي مرة كيوت. شو انا ما اعرف اذا في ناس يتابعون شعره بلونه اخضر، اذا اي حد شعره لونه اخضر يسوي سكيب. نحن نشوف بنات شعرهم مسخوت اشكر ازرق، والفترة الماضية صار فيه بامبا احمر، بس شعر اخضر هذه جديدة. وبعدين قال لك مطقم الفستان مع الشعر، لا معليش الشعر مع الفستان. بعدين كيف هذه عندها مانيكان في البيت؟ مين اشتري مانيكان ويحطه في البيت؟ انا اعلق ملابسي في الدولاب، هذه معلقة ملابسها في الملك، عندها 5 مانيكان كده في البيت تحط ملابس. احذروا من جوال الايفون. جوالي اتكسر. صوت عالي صوت عالي. ابني ابني انا ما هم من الجوال، بس كيف حصور نفسي سيلفي؟ كيف حصور نفسي سيلفي؟ في احد يصور سيلفي بالكاميرا الخلفية؟ سيلفي بالكاميرا الخلفية. طريقة استعمال الطفاية خلونا نشوف. هذه طفاية، لما تشوفوني انا استعملوها وطفوني. هذا عيونه. احذروا هذا النوع من الرجال. انت شرير وانا راح اتركك. طب كنت فيني لا اعلم. واو دقيقة، هذه طلعت يعني كاركتر شكله مو حقيقة يا شباب. انا حسيبها كذا مجنونة ومزعجة. لا والله وصوتها حلو. طب من اول يا اخي عرفنا مين هي هيونة. طب نرجع لانسايز. يا ده لقيت واحد كاتب انسايز، لقيت شخص مناسب لهيونة. انا هنا الصراحة جتني فكرة جهنمية، قلت دام كان انسايز مو الشخص المناسب لها طيب ليه ما تجيب لها الشخص المناسب؟ والحمد لله لقيت الشخص المناسب. اوكي انا فهمت الظاهر انه هيونة كانت تحب انسايز ولا متزوجين كان ما ادري، في اعجاب الظاهر متبادل بين الاثنين او بين طرف واحد اللي هو هيونة. واضح انه انسايز ما يبغى هيونة مرة. واو شوفوا قديش منزل مقاطع عن انسايز، وهذا باريتيوب، وهذا الله 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 هذه مشيت على كل الشباب. انا كيف دوبي اعرف انا البنت هذه؟ دبدوبي حبيبي حسمتك على كيكه لونها بينك وطعمها يومي يومي، نقطعها زي كذا نشربها بالعافيه وفي صحتك يا حبيبي. انا دخت يا شباب، هني بدأت تحك يا شباب. شفتوا الكيكه كيف كانت حلوه بكل برود؟ جابت الكاسه هوب. لا 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 يكون هذا بيزوجوني هذا الحين. ايش اللي قاعد يحصل؟ لا 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 تاكلي الدجاج جوه الغساله، انت مجنونه لازم مين اللي ياكل الدجاج جوه الغساله؟ فوق طاوله الطعام عشان يزيد طعمه يمي. انا بريكات يا جماعه، حتى الدجاج تحطه في الكاسه عصير هو ولا ايش عصير؟ وربي البنت ذي احلام العصر، والله احلام العصر. انا سالتك تتزوجيني ولا لا؟ ليش ما جاوبتي؟ لا يكون رفضتي بس ما تبغي تجرحي مشاعري وصرفت الموضوع. ودوني على بدحه سايز. دقيقه انت تبغى تتزوج علي؟ انت ما شفت كيف تاكل الكيكه؟ صراحه برضو في هذه اللحظه عرفت اني اصلا مو الشخص المناسب لهيونه. وبرضو وانا قاعد اقرا كلامكم زياده لقيت واحد كاتب انسايز، لقيت شخص مناسب لهيونه. انا هنا الصراحه جتني فكره جهنميه. دقيقه يعني انت كنت تبغى تتزوجها بس فكرت في الموضوع بطلت. مين الشخص المناسب؟ في واحد من اصحاب اليوتيوبرز يعني ما شاء الله عليه جدا وسيم جدا خلوق وبنفس الوقت يعني فاضي وبسن الزواج، يعني بالعربي العروس الممتاز، وما عليك يا هيونة على ضمانتي. على ضمانتي يقول لك لا يكون كنت زوج وانت ما لا شباب مو قصدي هو عمر او ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. الله عليك الله عليك حبيبي. انا قاعد اشوف عمر قاعد ينزل مقاطع عن الزواج كثير كانه يقول يا عروسه فينك تاخرتي. الحبايب بعد الساعه 12 مكالمات ورومانسي. استغفر الله انا بعد الساعه 12 الليل. ما عليك يا عمر خلاص بتصير زي الحبايب. لا 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 شكرا ما ابغى. شوف كيف تاكل المسحب بالسلاده، في احد ياكل المسحب بالشو اسمه؟ اكثر اسئله ما لها داعي. اوكي خلوني اشوف
هل انت متزوج؟ مبروك مبروك يا يونا. انا جايب لك عروسه شعرها حلو وصوتها حلو وبزوجكم على سنه الله ورسوله، موافق؟ احسها تناسبك. وطبعا رد عمر كان موافق موافق، وانا هنا قلت اوبا واعلم الكمين. طب انا موافق بس انا ما كنت اعرف انها تاكل المسحب بالله. لحظه لا يكون اللي في بالي، ايوه هي دي. بس خلاص انت وافقت يا عمر، مبروك مبروك. وبس والله خلاص انا سويت اللي علي وجمعت راسين بالحلال. انا بسلم عليكم وسلام عليكم. لا 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 ما بدي ازعل راسي صدع من الضحك. طبعا بعد ما نزل المقطع ذا السوشيال ميديا انقلب، حسبوا هيونة سكتت، تعتقدوا فرحت، تعتقدوا زعلت. زعلت اكيد فرحت، ولا ما سوينا المقطع ذا وصارت البلبلة ذي كلها. ما هي لو سكتت ما كان صار. خلونا نشوف ايش رد هيونة. رسميا انخطبت غصبا عني. كلنا يا هيونة والله كلنا. خايفة خايفة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايش بكي؟ حصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلها اضافه مباركه وعامره. بسم الله بسم الله. خايفه خايفه. في النهايه كل اللي سويت لي فولو. الله اكبر، ايش هو الفولو هذا؟ عقد زواج انا ولا ايه؟ بعدين استنى انا ما وافق النجدة. دعست على هذه الريشه والكفرت فقع. دعست على ريشه كفرها فقع. ايش حسوي يا حيونا؟ شو العبط؟ شو حتى زرادية؟ ايش اختار؟ ايش اختار؟ تختار الزرادية طبعا. ما انت مجنونة وانا ما وافقت على الموضوع. هذا ولا هذا؟ واخيرا اتصلت في الوقت المناسب. انا متى دقيت عليكي؟ انا ما عندي رقمك. الو عموني ايش اختار؟ ايه واحد. اها الزرادية. طيب ايش الزرادية؟ هذه زرادية دحين؟ هيون دقيقة افهم حاجة في الحياة تستفيد منها يا عيون. هذه هيونة ما هي زرادية، هذه الزرادية. واضح انك دقيت علي مرة واضح. طبعا انا هذه اللحظة كل الناس صاروا يمنشنوني على المقاطع. شوف هذا ايش تقول عنك، شوف الناس ايش تقول، انت تزوجت عمر مبروك ومنشنتوني على حساب البنت. كنت خليني اسوي لها فولو هذه المجنونة، شوف ايش تنزل عني، هذه البنت حتفضحني. ويا ليتني ما سويت الفولو. صدقت صدقت، قلت لكم هذه الفولو بالنسبة لها كأنه عقد الزواج. لا 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 احلامي. سؤال، انت ليه حطت الجوال في الثلاجة؟ انت حياتك كلها في الثلاجة؟ قبل شوية كان في كتكات لحاله في الثلاجة، فجأة طلع جوال، فجأة مين حيطلع؟ انسايز من الثلاجة؟ ايش الثلاجة؟ جيب الثلاجة دي ابغاها انا. ركزوا على هذا الخطين، تعرفوا ايش معناها؟ عموري قدام الناس انا وانت هذه جابت فستان الزواج. يا جماعة هذه صدقت. ساعدوني يا جماعة، انا وردت شكلي خلاص. بقينا البعض اللي وبقينا البعض. لا ما بقينا. طب خلينا نتعرف بالاول. خبافق انا ما بتعب. يا جماعة تحس بالموضوع يوقف على كده انه تزوجنا وخلاص؟ لا هذه بدأت تتشرف. انا ما نطقت ولا حرف لسه، انا ما قلت ولا شيء ولا شيء. هذه خلاص قدها وصلت بعد شهر العسل وفي السنة السبعين. خلاص سافت نفسي انا وهي عمرنا 70 سنة. شوف وش قاعدة تسوي فيني. شوف وانا مسيطرة يا حتة سكرة، وانا مسيطرة وتديني بحق الدبان. دبانة انا دبانة. طول ما انت معايا تمشي على هواي انا متكبرة. وايش اسمه؟ موس. وادوات فتاكة للقتل. الله يا جماعة عندكم محامي ولا احد يقدر يفك لنا الزواج ده؟ يا ابطلك بطلت ما ابغى. والكيف الموضوع انه حتى انستغرام حزن عليه، حذف لها المقطع ده. ترى ذا المقطع محذوف، يقول لها انستغرام سياسات العنف. انستغرام حس فيا وهي ما حس، وانسايز ما عاد. حسبي الله عليك يا انسان. حسبوها تابت. لا راحت نزلت المقطع مرة ثانية بس بعنف اقل. فرق. ايوة انا مسيطرة، همشك مسترة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا.
والله يا جماعة خير الواحد يعني مو غلط انه يكمل نص دينه بس مو بالشكل ده. انا بدأت اخاف دحين. انا اعتبر اتزوجت خلاص ولا راحت علي ولا لسه اقدر اطلع من الموضوع ولا تشوفوا نعطيها فرصة البنت؟ ممكن تطلع بنت ناس يا خوفي. بس يا جماعة البنت هذه قاعدة تلحقني في كل مكان لدرجة حتى في احلامي بتطلع لي. والمصيبة ايش؟ المصيبة انها في جدة يعني ممكن تصيدني. ممكن يا جماعة تكفى لحد يقول لها وين المقر حقي. تقولوا لي في التعليق اتزوجها ولا اهرب كده. بشوف بسوي احصائيه. انا دوبي اعرف البيت اكيد كثير منكم يعرفها. ولين ما اقرر يا جماعه استاذنكم انا حغير اسمي وعنوان بيتي وسكن ورقم جوال. مع السلامه. لا احد يعرفني ولا احد يسال عني ولا احد يقول لا عمر فين موجود. سلام عليكم بيتي. سلام سلام اسمي عمر زرقية من المملكة العربية السعودية. اسم قناتي ماكس اتش دي وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع. لا تنسى تسوي لايك قبل